السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع الجزائر العاصمة لنقف على الأشغال تاع التوسعة نتاع جامعة باب الزوار. إذن فيه أشغال نتاع خلق ما يعني مقاعد بيداغوجية جديدة. والشيء المؤسف هو أنه المفروض الجامعة تاع باب الزوار هي إنشاء من إنشاء المهندس العبقري العالمي أوسكار نيمير، كان المفروض الحفاظ عليها وعدم إضافة لها بنايات جديدة بطراز، خلينا نقول طراز بدون أصل. المفروض الحفاظ على الطراز نتاع الجامعة نتاع باب الزوار اللي يعني القيمة الحضارية والتاريخية والرمزية نتاع المنشأة، ولا حبينا نديرو لها إضافة لازم نفصلوها، لازم نفصلوها ما نخلطوهاش مع الجامعة. نقدر ندير يعني كلية، ولا ندير انستيتيو، ولا ندير مدرسة بجانبها، لكن ما نديرهاش في نفس الحرم مع الجامعة اللي بناها أوسكار نيمير. أترككم نهاية الفيديو، السلام عليكم.